لازم تعرفي مع مين عم تتعاملي بعيداً عن العالم الافتراضي. إنه خلص يعني أنا ماني لا أول ولا آخر وحدة بتحب على وسائل التواصل الاجتماعي. أنا نفسيتي هاي الفترة مو متحملة أبداً موضوع التمثيل. روقيني أنجلينا جولي. إذا في شي خايفين منه هو لسانك المتبري منك. لك شبكن شو؟ هلأ كل قصة بدها تصير بدها تطلع براسي؟